بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل معاكم الاكزامبل الثاني الخاص بموضوع احواض التهدئه. الاكزامبل الثاني اللي هو يقول select the type of string basin considering the crest length طول القمة with the spillway 30.5 متر and discharge 425 متر مكعب بالثانية for elevation of A equal 0.6.1 and 12 و2 بالعشرة متر. Assume a rectangular string basin is built. هنا السؤال شنو منطيني؟ منطيني قفزة هيدروليكية بس ال elevation مال A ثلاث مرات يتغير، يعني كل مرة elevation شكل وأحسب، مرة 0 مرة 6.1 مرة 12 و2. فهذا اكو تغيير عندي، بكل حاله لازم اشوف يا ستيرلينج بيسن يرهم عليه، يعني يا ستيرلينج بيسن راح اختار. هذه فكره السؤال. فكره السؤال شنو؟ انه عندي هنا الواي كريتيكال دخل بالنقطه زيرو، هنا دا اسميها النقطه زيرو اللي هي واي كريتيكال دخل بيها. يعني هنا واي كريتيكال هنا هو محدد لي مكان الواي كريتيكال بالضبط هنا، فيفضل ان اخذ برنولي كويجن بين هاي النقطه والنقطه هنا اللي هي واي 1. هذه لازم يعني انا اعرفها من خلال الرسم اللي انطاني المنسوب 30.5 هنا، المنسوب هنا متغير كل ساعه منسوب شكل، والارتفاع هنا عندي اي كريتيكال يساوي، هذه رجعني على همين مواضيع صف الثاني انه الاي كريتيكال هو 3 على 2 1.5 بالواي كريتيكال. فنبدي بالحل انه نستخرج السمول كيو اللي هو عاده يكون كابيتال كيو على ال، كابيتال كيو موجود هذه 425 متر مكعب بالثانيه، تقسيم العرض، العرض اللي هو وينه؟ شوف نقرا وين العرض، كراست لينث، هذا هو العرض اللي هو طول القمه، كراست لينث يعني العرض طول القمه السبيل واي 30.5. ف 425 تقسيم 3.5 نستخرج السمول كيو. طبعا ما استخرجنا السمول كيو، الانرجي كويجن فروم سبيل واي كريست تو جاست بيفور ذا جامب از، هنا هاي معادله برنولي بين النقطه، هنا المعادله بين النقطه هذه، هاي النقطه اللي هي نقطه، خلينا نقول النقطه اللي كريتيكال نسميها، وبين النقطه اي. فشنو هنا الطاقات اللي موجوده عندنا؟ هي طاقه السرعه الفي سكوير اوفر 2 جي، وطاقه طاقة السرعة مدمجة ويا طاقوية الواي كريتيكال اللي هي الاي سي، هاي كلها طاقة واحدة اللي هي شحنة السرعة وشحنة الارتفاع اللي هو الواي كريتيكال، تنضاف له شنو ينضيف له؟ 30.5 اللي هي شحنة الارتفاع، طبعا شحنة الضغط هي بصفرة لأنه الضغط الجوي. فهنا الشحنات المتوفرة، شحنات الطاقة المتوفرة هي شحنة الاي سي زائد ال 30.5. هنا الشحنات المتوفرة شنو؟ هي شحنة سرعة هي اللي هي واي 1، العفو شحنة سرعة اللي هي في 1 سكوير اوفر 2 جي، وشحنة ارتفاع، شحنة ارتفاع اللي هو الاليفيشن اللي هو صفر موجود، وشحنة ضغط ما عندي، فعندي شنو هم؟ مجهول واحد. وهذا الكلام اللي حكيته اللي هو زد سي زائد اي سي يساوي زد 1 زائد واي 1. شوف زد سي زائد اي سي، هذه الاي سي، هذه الاي سي زائد زد سي، هاي شحنتين بس. هنا الاليفيشن زائد البرشر اللي هو صفر زائد الفي، الفي سكوير اوفر 2 جي، هذه هاي الفي 1 سكوير اوفر 2 جي والواي 1 والزد 1. وهنا نجي 30.5 زائد اي سي، ها شنو 30.5 زائد اي سي؟ هذه 30.5 اللي هي شحنة الارتفاع اللي وصلك للنقطة هذه، زائد الشحنة الثانية مالت الطاقة الاي سي. اوكي؟ هذه تساوي صفر اللي هي ضغط الجو، صفر شحنة الضغط الجوي ماكو، زائد واي 1 زائد في 1 سكوير اوفر 2 جي. الصفر سماه زد 1. عفوا اصلا شحنه الضغط الجوي ما يعني احنا رافعيها هنا راسا، شحنه الارتفاع صفر الاليفيشن زائد واي 1، هاي صفر زائد واي 1 هي ترى شحنه واحده، يعني هي شحنه ارتفاع، شحنه مفصليها،
ولا تلاحظ هو الاليفيشنات زيرو هنا اي زيرو صفر زائد الواي 1 يعني وصل لك لهاي النقطه الزرقاء يعني هاي كلها اي تجي هنا هسه تقول الواي 1 هو هنا لان هذه الاليفيشن اي كلها اليفيشن اي فهو النقطه بالضبط اختاريناها هنا هذا صفر زائد واي 1 فهي هاي اصلا شحنه واحده شحنه ارتفاع زائد شحنه سرعه اللي هي في 1 سكوير اوفر 2 جي فادي بسواها صفر زائد واي 1 الاي سي هو 3 و2 في الواي كريتيكال الواي كريتيكال هو الجذر التكعيبي لكيو تربي على جي هاي من قوانين صف الثاني مال الاوبن شانل فالكيو موجود احنا والجي موجود فنطبق القانون نستخرج الاي سي استخرجنا الاي سي نعوضه هنا اللي هو يصير عندنا شنو الفي 1 لازم نلقي له تشاره يعني نحل العفو الفي 1 لان واي 1 ما عندنا وفي 1 ما عندنا نحسب الفي 1 اللي هو كيو اوفر واي 1 Q over Y1 ال V1 اوكي نرجع نطبقها بالمعادله ال V1 بها شنو مجهول ال Y1 هذا VQ over Y1 وال Y1 هنا اذا Y1 هنا Y1 هنا صارت المعادله بها مجهول واحد اللي هي هاي هاي المعادله صارت بها مجهول واحد هنا ال Q عوضنا عنه بال V العفو بالعكس ال V1 عوضنا عنه بال Q ال V هو Q over A هذا Q over Y1 over A لما تكون capital Q small Q بس Y1 13.93 على Y1 تربيع هاي مال velocity ومعادلة بسطناها استخرجنا ال Y1 0.54 وراها شنو نلقي الفرود نمبر هذا الفرود نمبر اللي هو Q على Y1 جذر G Y1 اللي هو ال Q اصلا V ال V Q يعني هو كان الفرود V1 على G Y1 ال V صار Q على Y1 يعني عوضنا مكان ال V Q over Y1 فاستخرجنا الفرود نمبر اكبر من 4.5 ونشوف ال Velocity ايش قد هاي ال Velocity ال Q على Y1 ال Y1 انعلم لان من هنا استخرجنا 25.8 اكبر من 15 اذا ما دام اكبر من 15 السرعة والفرود أكبر من 4.5 إذا أنا بالتايب 2 خلاص سلك تايب 2 أروح للإليفيشن لما 6 و 10 أعيد نفس الخطوات فنستخرج ال Y1 واستخرج الفرود نمبر وأقارن الفرود نمبر إيش قد أركو 4.5 وال V1 يكون عندي أكبر من 15 إذا همين select use type 2 شوف هذا أكبر من 15 أعيدها لما elevation 6 و 10 نفس المعادلة اللي نستخدمها مكان الصفر هنا هنا مكان عوضت صفر أعوض شقد أعوض 6 و 1 بالعشرة أعوض 6 و 1 بالعشرة وأستخرج ال Y1 أحسب فرود نمبر أكبر من 4.5 وال V1 اكبر من 15 اذا اختار سلكت تايب 2 اجي لما الاليفيشن 12.5 اعيد نفس المعادله اعوض ال 12 و2 بالعشرة همين استخرج Y1 و V1 ويصير عندي اكبر من 15 هذا همين اكبر من 15 وهذا اكبر من 4.5 همين يوز تايب 2 فهذا السؤال هاي كل ما يخص السؤال هنا اكو فد فيديو احب انه يعني اشوف لكم اياه يحكي لي على همين القفزه الهيدروليكيه وعلاقتها بشكل عملي يعني اكو تجربه مسويها بمكان بجامعه مصريه نشوف لكم اياها The main objective of creating this experimental study is to study the effect of tail water هنا experimental objective يعني عندهم الهدف من ال experiment يعني تجربة هدف التجربة objectives أهداف التجربة study effect tail water depth flood number and distance between gate and buffalo blocks يريدون يشوفون عمليا شنو العلاقة بين السلويز جيت من تنفتح وفرود نمبر شلون يتغير والمسافة بين البوابة والبفل بلوكس
on for لتشكيل on formation of hydraulic jump over the stilling basin. يشوفون هاي علاقة هذني الهاي hydraulic jump بالstilling basin شو راح تصير وتتغير. For depth, root number, and the distance between the gate and the baffle blocks on the formation of the hydraulic jump over the stilling basin. This laboratory experiments carried out in the shown recirculation self-contained flume. In هنا هاي الاكسبيرمنتال سيت اب هاي الاجهزه شوف هذا الفلوم نفس الفلوم اللي عندنا مختبر ميكانيكي الموائع طوله 10 متر 30 سنتيم العرض والجلاس سايدز مكون من يعني زجاج الجوانب والمنيوم بوتوم البوتوم مالته المنيوم. The hydraulics laboratory of the irrigation and hydraulics department for the faculty of engineering Cairo University. The flume is يعني هذه كانت التجربة في جامعة القاهرة مسويها. 10 meters long, 30 centimeters wide. Has glass sides and aluminum bottom. In addition, the shown fixtures were used in order to act as a stilling basin by fixing them in the bottom of the flume. The apron. هذني المعدات اللي راح يستخدموها كأحواض تادة هذا الابرن ارتفاع 2.5 طول 30 سنتيم هنا 25 هاي المواصفات هنا البافل بلوكس هذني جايبين البافل بلوكس وهنا الانسل هذا الانسل ارتفاع 5 سنتيم وهذه مسطريه هذني شوف الشكل بالمختبر هاي الاجهزه 25 سنتيمتر long and 30 centimeters wide which is the same شلون هالثاني حكيت نفس 2.5 سنتيمترز هاي اذا تحكي على نفس الشيء انه هذا هالشكل ابعادها الشكل وضعيتها tied above bed. The apron has an end sill of 5 centimeters height above bed. Each baffle block is 1 centimeter by 1 centimeter and 3 centimeters. ال 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 3 سنتيمتر هذا الكلام على هذا ال each baffle block الوحده من عندها هاي المواصفات. Height above apron. The shown electric centrifugal pump was used to feed. مواصفات البامب اللي استخدموها بالتجربه هذه بدي اشرح لك عليها انه من النوع اللي سنترفيوغال بامب هي اذا تقول هاي نوعها سنترفيوغال بامب يعني طارده مركزيه يسموها ما شلون هاي المطارات نفسها اللي عندنا بالبيت يسموها سنترفيوغال بامب. Water into the flume from an external water tank with discharge up to 30 liter per second. The shown sluice gate was used to develop different هنا هذه السلويس جيت هاي سلويس جيت شايلها بيدها هالشكل هاي سلويس جيت هنا التشينج اوبننج هذه شنو مثل ال يعني كاك شلون الكاك يجي فوق يصعد ينزل يصعد بيه الفتحه يتحكم بهاي الفتحه على مود يصعدها وينزلها فهنا يجي سوبر كريتيكال هاي سلويس جيت هنا هاي الهايدروليك جمب راح تصير هنا الستيرنج بيسن وين هذا الستيرنج بيسن المفروض يصير هنا حوض التهليل Gate openings, making water flowing under the sluice gate is super critical with root number exceeding one. تقول لما يمشي عندنا من سوبر كريتيكال يعني من سوبر كريتيكال لا سوبر كريتيكال الفرود نمبر اكسيدنج 1 يعني يزيد عن الواحد صارت عندنا شنو هنا تغير سرعه المياه تغيرت راح تحدث قفزه يعني الفرود نمبر عبر لواحد. The shown figure explain the experiments required to be done in order to study the previous mentioned objectives. For experiment number one, it is required to study the effect of tail water on the effectiveness of the stilling basin. Therefore, the experiment has been done twice. First one in case of no stilling basin and the other one in case of presence of stilling basins by a سووها مرتين without stilling basin and with stilling basin يعني مرتين سووا التجربة هنا experiment 1 وهنا experiment 2 فرود نمبر راح تحسب تحكي عليها انه استخدموا فرود نمبر يوصل 2.6 وهنا ال length يعني تغير 22-30 applying gradual change of the tail water depth for experiment number 2 It is required to study the effect of flowing water root number on the effectiveness of the stilling basin. Therefore, the experiment has been done with three different root numbers as shown, 2, 6, and 10, all of these in the presence of the stilling basins. For experiment number 3, it is required to study the effect of the distance between the gate and the stilling basin blocks on the formation of the hydraulic jump. Therefore, The experiment has been done three times by changing the position of the blocks in each time. For experiment number one,
By applying low tail water depth, a repelled jump is formed. In case of flume without stilling basin, we observed that the hydraulic jump is formed far from the gate. On the other hand, in case of flume with stilling basin, the hydraulic jump is formed. الحالة الأولى تقول هاي صارت القفزة بعيدة عن ال يعني بعيدة عن السلويس جيت هاي اللي هي 10 لتر بالثانية هذا الواي تي واي تيل فصارت شنو القفزة ما صار هذه الفترة كلها مشيت وهنا حدثت القفزة. To happen and get formed at the location of the stilling basin by comparing. It's obvious that the hydraulic. To by comparing هنا ال L J هاي طول القفزة هالشكل هنا طول القفزة هيك يعني هاي كلش قصيرة هنا طول القفزة طويلة. Jump length in the case of without stilling basin is much longer than with stilling basin. We also noticed that, due to the presence of ensill downstream of stilling basin, another hydraulic jump. هنا حالة صارت another hydraulic jump صارت هنا. Jump is formed due to a drop after the stilling basin, making the flow supercritical again, which then becomes subcritical through a second hydraulic jump. By gradually increasing the tail water depth, we end up with a free hydraulic jump at which the hydraulic jump formation starts from the vena contracta. It's well observed from this case that the existence of the stilling basin makes a shorter hydraulic jump. الحالة without stilling basin, ماكو stilling basin. Now with the stilling basin, شوف من استخدمنا the stilling basin وش قد مهمة طول القفزة قللناها من كان LJ jump هنا يعني هذه طول القفزة قل إلى هنا هنا استخدمنا سترينج بيس ها بدون سترينج بيس تشوفك الفرق بين شنو فائدة السترينج بيس ليش يستخدمه؟ Jump length than that of the case of without stilling basin. We find out that the second hydraulic jump we previously discussed about became a submerged hydraulic jump. By gradually increasing the tail water depth again, we end up with a submerged hydraulic jump. It's well observed from this case that the existing stilling basin has no effect on the position of the hydraulic jump, as the hydraulic jump in both cases is formed exactly behind the gate, but the main effect is the hydraulic jump length. The hydraulic jump length in case of existing stilling basin is much less than that case of... الحالة اللي تحكي عليها تقول submerged هنا هذه السلويس جيت باو المي يصعد يسمى submerged هاي شوف المي ليش لأنه قبل شوية المي هالشكل يمشي منها هنا لا المي يرتفع يسموه submerged slows gate هاي بس الفرق هنا stilling basin موجود طول القفزة أيضا قصير هنا طول القفزة طويل بدون stilling basin. Without stilling basin. For experiment number two, at constant tail water depth. هنا changing fraud number بس fraud number راح يغيبه. We changed fruit number from 10 to 6 to 2 by changing the gate opening. As we increase the gate, شون بتغيير فتحة البوابة changing gate opening. Opening fruit number decreases. For fruit number equal 10, the hydraulic jump formed is a repelled jump. For fruit number equal 6, the hydraulic jump formed is a free jump. Finally, for fruit number equal 2, the hydraulic jump formed is a submerged jump. الفرق صار بيناتهم هذا free jump هذا free jump هنا اختلف. صار submerged لما الفرد نمبر 2 It's very obvious that for the same stilling basin of the same arrangement the efficiency of stilling basins increases with increasing fruit number as dissipation of energy is higher in repelled and free jumps than that in submerged jumps hydraulic jump efficiency it is the ratio between the energy loss through the jump and the energy of the incoming الهايدروليك جامب افشنسي شنو اللي هي كفاءة القفزة الهايدروليكية اللي هي Y1 زائد V1 سكوير اوفر 2G هذه راح همين تتحدث عن كفاءة القفزة الهايدروليكية وهذا الكيرف هسه راح تشرحه شلون صارت عندنا الفروقات. First, we calculate the energy before and after the hydraulic jump to calculate the energy loss. Then, we calculate the efficiency by dividing the energy loss by the energy of incoming flow. According to lab measurements, we calculated the efficiency of the different cases of experiment number 2. The efficiency of the hydraulic jump for fruit number 2 is 13%. Then for fruit number 6 is 46%. And finally for fruit number 10 is 70%.
من نفرود نمبر يزيد الإفشنسي تزيد، لتلاحظ هنا 2 هنا 4 هنا 10، فهذا زيادة الفرود نمبر زاد عندنا الكفاءة القفزة الإفشنسي زاد 2%. For experiment number 3, for the same gate opening and constant tail water depth, we changed the location of blocks arrangement. هنا راح تغير عندنا بالبلوك ارينجمنت، هتغير بال يعني المكانات مالت الامبلمنت الكومبوننت العفو مال القفز الهيدروليكي. Firstly, we arranged the baffle blocks in the third row only. The blocks forced the jump formation at the location of the third row as shown. Then, we rearranged the baffle blocks to be in the second row only. Again, we found. شوف هذه الشكل استخدموها هنا اللي هي تكون وين البافل بالبدايه، هنا لا حطهن البافلز بالنص. That the blocks forced the jump formation at the location of the second row as shown. هاي تأثير الأشكال الستيرنج بيسن وشلون راح تأثر على القفزة. We rearranged the baffle blocks to be in the first row only. We find that the blocks force the jump formation at the location of the first row as shown. We also observed. تلاحظ طول القفزة 38 سنتيم، هنا 30 22. لما يستخدمون هاي الأنواع ولما تغيرت البافل مكاناتها. That the hydraulic jump becomes stronger when the distance between the gate and blocks decreases. As you get closer to the gate, fruit number decreases. Finally, summarizing the conclusions. 1. As the tail water depth increases, the necessity of having a stilling basin decreases. My conclusion, مثل ما يعني تشوفون انه شلون الثلاث conclusions. 2. As fruit number increases, hydraulic jump swiped out from the stilling basin which exhibit the necessity of having a stilling basins. 3. The hydraulic jump formation is forced by the location of blocks. Okay. هاي شفنا احنا التجربة شلون لها تأثير القفزة الهيدروليكية وعلاقتها بالستيلنج بيسن وتغيير الفرود نمبر، شلون غيروا الفرود نمبر وتغير مكاناتها، وبعدين شفنا تأثيرات الستيلنج بيسن المكانات مالتها شلون البفض صارت بالبداية بعدين بالنص بالنهاية وتأثيرها على الطول القفزة العفو تأثيرها على طول الستيلنج بيسن طول حوض التهدئة. وهذه آخر محاضرة للفصل الأول اللي هي اليوم، وإن شاء الله بعد التوقف اللي هو أسبوع نبلش بالفصل الثاني، يوم 2/5 يبدأ الفصل الثاني على الخير والبركة. يا رب نلتقيكم دائما وتكونون بصحة جيدة وبأمان واطمئنان يا ربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.